السلام عليكم. اليوم نولي للملعب تاع دويرة ونشوف يعني الأشغال اللي راهي ما زالت سيرة حتى ولو فيها نوع من البطء. والملاحظ هو أن الطبقة نتاع الرمل الصاب في الطرون هذه الأشغال هذه انتهت، وكذلك انتهاء وضع الألواح الإلكترونية، لكن ما زال عملية وضع الكراسي ما زالت يعني بطيئة. ونشوف هنا في يعني ما زال عمل ينتظر. نخليكم تكملوا الفيديو. السلام عليكم.